أفرزت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد تغيراً فكرياً في نظرة الشباب للعملية السياسية، فمن حالة العزوف والانكفاء إلى الرغبة بالتغيير. مرشحون شباب رفعوا شعار الاستقلال، قالوا إنهم يعولون على الوعي الشبابي في رفع نسب حظوظهم الانتخابية. أنا كشابة يعني أعول على الشباب، الفئة اللي أنا منها أكيد. إحنا طلعنا للساحات، اعتصمنا، ظهرنا، شفنا ماكو تغيير، إنه ما يصير تغيير ولا انه غير انه من خلال نشارك بالعملية السياسية. نعول على وعي الجماهير وخصوصا فئة الشباب، فالشباب العراقي يشكل 60% من المجتمع، والحمد لله اليوم الوعي بدأ يتغلغل الى عقول الشباب، واغلبهم ما شاء الله فاهمين ومطلعين قوانين الانتخابات. ويرى ناخبون شباب بعضهم سيدلي بصوته للمرة الأولى بضرورة دخول دماء جديدة للعملية السياسية، مؤكدين توجههم للمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة. احنا الشباب عندنا طاقة شبابية، وان شاء الله راح تدخل دخلت الانتخابات وراح تدخل العملية السياسية وراح تغير خلال هالفترة سنتين الحاليات. جاي نشوف انه الشباب جاي يفعل الوضع اكثر واكثر، وجاي نشوف اكو ثقافه يعني عند الشباب. هذه الثقافة تدفع بالشباب أنه يشاركون بالعملية السياسية. فيما لفت متابعون للعملية الانتخابية أهمية التجربة الشبابية حتى وإن جاءت بنتائج غير مرضية حسب تعبيرهم. ربما حظوظهم لن تكون مثل الحظوظ الأحزاب أو الكتل الكبيرة، لكنها هي خطوة جبارة، خصوصا وأن بعضهم وبعض الشباب داعمين بشكل رائع لهذه النخب الشبابية. هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 10 أكتوبر المقبل. من ميسان، حيدر الساعدي، قناة دجلة الفضائية.